بتحول كيس النايلون اللي بتحط فيه الغراض بالدكانه لسلعه بتشتريها ب 100 ليره. هالقرار يلي اصدره امبارح وزير البيئه بالاتفاق مع نقابه اصحاب السوبر ماركت كان الهدف منه تشجيع استعمال الاكياس الورقيه واكياس الخشب يلي كمان رح يندفع حقها بين 500 او 1000 ليره حسب نوعيتها. هالقرار يلي شجع عليه الكثير من البيئيين شافته النائب بولا يعقوبيان ايجابي، بس بعده شكلي وما له اي تاثير. وأعطت مثل عن قانون منع التدخين بالمطارح المسكرة. النائب يعقوبيان اللي شاركت بكل جلسات لجنة البيئة دافعت باتصال مع النشرة عن القرار وشافته برخص الأسعار ما بيغليها. لا يوجد منتج مجاني، اوعى يجيب بالك الورقة اللي بحطوها إعلان بقلب الكيس انت وبالسوبر ماركت، هيدي انت دافع حقه. كل شيء انت بتدفع حقه، بس بتدفع حقه يا بطريقة غير مباشرة يا بطريقة مباشرة. الدفع المباشر هو أقل كلفة من الدفع غير المباشر. وبالوقت اللي لازم الدولة تدور فيه عن حل جذري لمشكلة الزبالة إجا هذا القرار بحسب يعقوبيان تيغطي شوي من فشل الدولة بهذا المحل ويوعي الشعب اللبناني. بس قديش هالشعب قادر يوعى من جيبته؟ أنا بظن أنه لو العالم معهم 500 ليرة ما كانوا يدفعوا حق الكيس، كان راحوا يشتروا فيها بسكويت أو شيء، صح؟ بطل في مصاري بالبلد كبير. يعني عادي، لازم الأصول من زمان هيدا يصير، مالنا مش إنه مشكلة، لأنه هيدا شيء لصحتنا بعدين. يعني ما سمعتك كأنه شيء نكتة جديدة على البلد نزل، ما سمعتك، ما عندناش كهرباء، ما عندنا تلفزيون، بره ما حضرناه. هاو كيف 7.5 الرابطة. بعملية حسابية بسيطة منشوف انه القرار تأثيره مش مثل ما مبين، فبدل ما يكون حق الكيس حوالي 40 ليرة حيصير ب 100 ليرة، ليغلى 60 ليرة بتروح من جيبة المواطن لجيبة صاحب السوبر ماركت من دون ما نفهم شو اللازمة منه. شو عرفنا لك يا اخي مين سألان؟ محمد شحادة، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على الفيسبوك.